هجوم جديد بطائرة مسيرة طالت إحدى القواعد العسكرية في الداخل العراقي يوم أمس، وتفاصيل هذا الخبر انتشر بشكل كبير يوم أمس، والقصة والرواية الموجودة اليوم على عدد من المواقع وعلى عدد من منصات الأخبار تحدثت بأن كان هنالك هجوما بطائرة مسيرة إيرانية على معسكر سبايكر تحديدا، وبمجرد وصول هذه الطائرة كان التحالف الدولي بالمرصاد وتمكن من إسقاط هذه الطائرة الإيرانية المسيرة. ولكن المشكلة، وهنالك مشكلة في هذه القصة، المشكلة الأولى أن معسكر سبايكر ليس فيه أي تواجد للتحالف الدولي أساسا أو مستشارية التحالف الدولي، وليس هنالك أي منظومات دفاعية كالمنظومات الدفاعية مثلا للتحالف الدولي الموجودة في قاعدة عين الأسد. وعلى هذا الأساس هنا جاء دور المصدر الخاص الذي أطلعنا على تفاصيل وحقيقة ما جرى يوم أمس من هذه الطائرة المسيرة، وما كشفه لنا بأن هذه الطائرة المسيرة هي طائرة مسيرة إيرانية الصنع تذهب باتجاه واحد one way، أي بما معنى بأنها طائرة مفخخة، وأن هذه الطائرة المسيرة لم يكن مصرح لها بالطيران بأي شكل من الأشكال، بل إنه أيضا أطلعنا بأن هذه الطائرة المسيرة انطلقت أساسا من معسكر سبايكر بهذا الاتجاه، وكانت تحلق فوق بحيرة الثرثار، وهنالك أساسا منطقة وقواعد اشتباك بهذا الاتجاه مع قاعدة عين الأسد عندما تصل إليها، والطائرة غير مرخصة تتعرض بكل تأكيد إلى الاشتباك وتتم معالجتها بشكل مباشر، وهذا ما تم فعلا بالنسبة لهذه الطائرة المسيرة. وصلت إلى بحيرة الثرثار ودخلت إلى هذه المنطقة التي هي تعتبر من ضمن قواعد الاشتباك، وعلى هذا الأساس طبعا التحالف الدولي قيم بأن هذه الطائرة المسيرة هي طائرة عدائية، وعلى هذا الأساس تمكنوا من إسقاطها مباشرة بكل نجاح. وعلى هذا الأساس هذا الهجوم بكل تأكيد هو يحسب من الهجمات الكثيرة التي جاءت بالطائرات المسيرة على قاعدة عين الأسد، وواضح أن في قاعدة عين الأسد هنالك نجاحا مستمرا في عملية التصدي للصواريخ الهجومية وكذلك للطائرات المسيرة في نفس الوقت. ولكن المثير بهذه القصة بأكملها بأنها تأتي متزامنة مع ظروف كبيرة وخطيرة تجري في المفاوضات النووية اليوم في إيران. طبعا اليوم كان هنالك حضورا ووصولا، ووصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بهذا الشكل إلى طهران كما ترون، كما وثقت رويترز هذه الصور، وهنالك ترقب كبير للدورة القطري فيما ممكن أن يأتي للمفاوضات النووية وإنجاحها وعودة الجميع، عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي في ظل ظروف وشروط صعبة للغاية. وأساسا أمير قطر وصل بهذا الشكل وهنالك شخصا آخر مرتبطا بشكل مباشر في هذه المفاوضات النووية، ألا وهو إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية. الرجل وصل إلى طهران والتقط هذه الصورة، وبدأت اجتماعات مهمة جدا من أجل حل هذه المشكلة. وقد يبدو وكأن إنريكي مورا هو يحمل بجعبته بعض الأمور القادمة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل طرحها على الطاولة، ومن أجل ممكن تنازلات بالنسبة لإنريكي مورا قد تبدو وكأنه سيقدمها إلى إيران. ولكن حقيقة هذا الأمر كشفه موقع أكسيوس الأمريكي اليوم، وقال موقع أكسيوس وسرب قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم لم يقدموا إلى مورا أي مقترحات أمريكية جديدة للإيرانيين، وبالتالي هو جاء بنفسه من دون أي رسائل أمريكية إلى طهران. وهذا يوضح بأن ما نشر من قبل الوول ستريت جورنال قبل تقريبا أسبوع أو أكثر بأن إنريكي مورا يخطط للذهاب إلى إيران من أجل إقناع إيران مباشرة بأن تتركوا أيها الإيرانيون مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب وعودوا إلى الاتفاق النووي بسرعة لكي تستفيدوا ويستفيد الجميع ولننجح في هذه المسألة. واضح أن الوول ستريت جورنال هي التي أوضحت هذه القصة بشكل واضح للجميع، وبأن دور إنريكي مورا يعتمد على هذا الأمر ويقتصر على هذا الأمر. ولكن المشكلة بأن هنالك إصرارا كبيرا من إيران على مسألة الحرس الثوري الإيراني، وسبب إصرار إيران على مسألة الحرس الثوري الإيراني كشفها مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وكشف لماذا إيران تصر على هذه المسألة، لأن هذه المسألة هي ليست مسألة معنوية أو صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل هي مرتبطة بالمال وبالاقتصاد بشكل مباشر، وهذا ما نشره مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية مؤخرا، إن قيادات الحرس الثوري تتحكم بالمنظومة الاقتصادية وتشرف على جميع المشاريع الاستراتيجية والموارد المالية والاستثمارات التجارية في جميع قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، وبهذا فإنها تشكل موردا اقتصاديا كبيرا للنظام، يقصد النظام الإيراني، حال رفع العقوبات عن الحرس الثوري وإطلاق يده للعمل والعودة مرة ثانية إلى الميدان. وبالتالي هنا توضح
أن مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني هي مسألة مصيرية، ولكن هنالك مشكلة وتعقيدات أكبر من هذا الأمر. فأحد أعضاء الفريق المفاوض الإيراني في المفاوضات النووية صرح بهذا الشكل، وإيران انترناشنال نشرت هذا الأمر اليوم كما تلاحظون في 12 مايو. هي تحدثت بشكل واضح بأننا لن نكتفي فقط في مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، وإنما نريد أكثر من ذلك، نريد ضمانات أكبر من ذلك. ولكن في نفس الوقت إيران تعاني الآن من مشكلة داخلية خطيرة للغاية، هنالك انفجار للتظاهرات كبير جدا في هذه النقطة التي ترونها المتمثلة بمدينة يطلق عليها دسفول. هذه المنطقة هي موجودة أساسا في محافظة خوزستان، وهي تبعد عن الحدود العراقية ما يقارب 85 كيلومترا. هنا طهران، وهذه طبعا المدينة تأتي إلى جنوب غرب طهران بهذا الاتجاه. هنالك انفجار للتظاهرات في إحدى المقاطع، الكثير من المقاطع نشرت للتظاهرات التي انفجرت بهذا الشكل يوم أمس، وذلك بسبب أن أسعار الحليب والبيض والزيوت والألبان كلها طبعا رفعت من قبل لجنة تنظيم السوق، وكان هنالك حتى في نفس هذه المدينة انفجارا بهذا الشكل كبير تعرض له إحدى وتعرضت له إحدى المحطات الوقود الكبيرة، أكبر محطات الوقود في دسفول هي انفجرت بهذا الشكل كما تلاحظون. وبالتالي الوضع متأزم للغاية، إلى درجة أن القوات الأمنية الموجودة الإيرانية في تلك المنطقة قامت بعملية إجراءات وبعض الإجراءات الاحترازية من أجل منع تسريب الكثير من هذه المقاطع، وذلك من خلال تشويش على الإنترنت واضح جدا، تحديدا على شركة رايتل بهذا الاتجاه. طبعا هذا التوثيق يأتي من 6 مايو وحتى 11 مايو، أي بما معنى حتى يوم أمس. وبالتالي انقطاعات الإنترنت بحسب ما وثقته النت بلوكس كما ترون كان هنالك انخفاضا هنا انخفاضا هنا انخفاضا هنا انخفاضا هنا، وبالتالي التواريخ تمشي بهذا الشكل كما تلاحظون حتى وصولنا إلى 11 مايو، ولاحظ الانقطاع الكبير الذي جاء في خطوط الإنترنت يوم أمس مع انفجار هذه التظاهرات. وبالتالي هي محاولة بحسب النت بلوكس وما نشرته لمنع هؤلاء المتظاهرين من نشر تفاصيل أخرى أو مقاطع أخرى مما يجري في هذه القضية. وطبعا هنالك ارتباكا كبيرا في عملية الاتصال في الإنترنت الذي نتحدث عنه، وبالتالي إيران تحت الضغط، وقد يبدو بالنسبة إليها الأفضل أن تعود لهذا الاتفاق النووي. ولكن في نفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تعاني ما تعانيه. وقبل أن ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المسألة، يجب أن نلقي نظرة أيضا على إحدى المقاطع التي جاءت أيضا من هذه القضية، ألا وهي مسألة الشراء بسبب ارتفاع الأسعار التي تحدثنا عنها من البيض وكذلك الحليب وغيرها. هذه المقاطع تأتي بهذا الشكل، والناس تشتري، الناس تشتري المواد الغذائية قبل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل في الداخل الإيراني، ويوضح حاجة إيران الماسة لحل هذه المشكلة. الولايات المتحدة الأمريكية كما تحدثنا هي أيضا تشعر بالضغط، الضغط لا يأتي من إيران ولا يأتي من أي دولة أخرى، هو يأتي من الحرب الروسية الأوكرانية. فعلى الرغم من كل النجاح الذي تحقق كما نلاحظ هنا من معهد دراسات الحرب وكذلك الكريتيكال ثريتس وتوثيق مناطق السيطرة بالنسبة إلى القوات الروسية، سنلاحظ بأننا فعلا هذه هي أوكرانيا كما تلاحظون، المناطق الحمراء هي مناطق سيطرة القوات الروسية وكذلك القوات التي هي الانفصالية طبعا التي تقاتل في دونباس. واضح أن هنالك انسحابا، ولكن الآن روسيا هي تعول بعملياتها العسكرية بالنسبة إلى فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، يعول على عملياتها العسكرية بالنجاح في السيطرة على أقليم دونباس لكي يعلن الانتصار، وهذا التحدي كبيرا للغاية يأتي بالنسبة إلى هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس إذا ما ذهبنا إلى أقليم دونباس فهنالك تطورا كبيرا يجري في هذا الإقليم. إذا ما ذهبنا طبعا إلى ما يجري في إقليم دونباس فسنلاحظ بأننا هنا أمام الحدود الإدارية بهذا الشكل لإقليم دونباس، وهذا هو وهذه الحدود الإدارية التي تفصل بين لوغانسك وبين دانييتسك. التطورات تأتي في سيفرودانييتسك بهذا الاتجاه، وكذلك تأتي أيضا في إيزيوم، هنالك تحرك بهذا الاتجاه. دعونا نذهب إلى سيفرودانييتسك ونرى كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الحكومة الأوكرانية وغيرها تحت الضغط، القوات الروسية تضغط بشكل كبير، وهذا الملف هو الأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية. على هذا الأساس بوصولنا إلى سيفرودانييتسك بهذا الاتجاه، فكما تلاحظون هذه سيفرودانييتسك التي يسيطر عليها
الجيش الأوكراني، وهنا فويفوديفكا بهذا الاتجاه التي كانت تسيطر عليها القوات الأوكرانية، وهنا كذلك زوريا بهذا الاتجاه الذي ترونه. وبالتالي بالنسبة للقوات الروسية تمكنت هي من السيطرة على روبزن منذ فترة لا بأس بها، وتحديدا هنا القوات الشيشانية، ونتحدث عن كتيبة يطلق عليها كتيبة أحمد الشيشانية، هي تقدمت يوم أمس وتمكنت من السيطرة على زوريا بهذا الاتجاه، وهي الآن تحاصر القوات الأوكرانية في إحدى المصانع لعمليات المصانع المواد الكيميائية التي تتواجد فيها القوات الأوكرانية، وكذلك تقدمت إلى فويفوديفكا بهذا الاتجاه وسيطرت عليها وأصبحت على بعد 1.5 كيلومترا من سيفرودانيتسك التي تعتبر واحدة من آخر المعاقل إلى جمهورية لوغانسك التي يحاول بوتين من السيطرة عليها، وبالتالي إعلان هذه المنطقة كمنطقة وكجمهورية رسمية بالنسبة إليهم، ويعود للسيطرة طبعا وللتركيز على دانيتسك. وهذه المنطقة الآن تحت المطرقة بهذا التقدم، ليس فقط لأنها بدأت تضغط عليها من الغرب وبأنها موجودة الآن من هذه الاتجاهات، بل أن هنالك تحركا من روبزن بهذا الاتجاه. إذا ما ابتعدنا قليلا في الأقمار في القمر الصناعي بهذا الشكل، سنلاحظ بأن التقدم أساسا الذي جاء قبل هذا التقدم هو مهم للغاية ويلعب أدوارا في عملية المحاصرة التي نتحدث عنها، كما تحدثنا بالسيطرة على روبزن والمحاصرة سيفرودانيتسك بهذا الاتجاه. وهنا كما تعلمون وكما نعلم بأن هنالك نهرا مهما يأتي استراتيجيا بهذا الاتجاه بالنسبة إلى القوات الروسية، هي توجهت وسيطرت على كريمينيا وتعددت هذا النهر بهذا الاتجاه، وبعد ذلك وصلت إلى بيلوريفكا بهذا الاتجاه وبدأت بعملية المحاصرة، وبدأ يؤخذ بأنها ستتقدم وتقوم بهذه المحاصرة. ولكن بوصول هذه القوات الروسية إلى هذا الاتجاه كما نتحدث وبتقدمها إلى الغرب، يوضح أن القوات الروسية ستأتي وستضغط على لوغانسك بهذا الاتجاه، وبالتالي منطقة لوغانسك فعلا سيتغير وضعها تماما في الفترة القادمة مع التقدم الروسي. أما إذا ذهبنا إلى إيزيوم بسرعة فقط لنلاحظ ما الذي يجري في إيزيوم وبالابتعاد بالقمر الصناعي الآن بهذا الشكل، وتوقفنا بهذه المنطقة التي ترونها بهذا الشكل، فأنا بالنسبة للقوات الأوكرانية هي موجودة في هذه المنطقة وموجودة كذلك في منطقة كولوروكا وكذلك نوفا ديمتريفكا، وكذلك هنا كما تلاحظون هذه سلوفيانسك وكراماتورس كلها تتواجد فيها، وهذه ليمن تتواجد فيها طبعا القوات الأوكرانية بهذا الاتجاه الذي جاء والذي تم بالنسبة للقوات الروسية الموجودة في مدينة إيزيوم. هنا التقدم المهم إنها بعد سيطرتها على شاندريلوف بهذا الاتجاه بهذه المنطقة، وكذلك من يامبل بوجودها بهذا الاتجاه ومحاصرتها إلى ليمن، بأنها بدأت تضغط، والواضح بأنها ستحاصر سلوفيانسك بهذا الاتجاه من أجل الضغط على القوات الأوكرانية. الآن ما جرى والجديد بأنها تقدمت إلى كورلوكا وإلى نوفا ديمتريفكا بهذا الاتجاه، وبدأوا يخططون إلى عملية السيطرة والضغط على هذا الطريق الممتد من هذه المنطقة ألا وهي بارفيكوفا بهذا الاتجاه، محاولة السيطرة على الطريق، قطع كل الإمدادات على سلوفيانسك، بل الضغط ومحاصرة هذه المدينة. وبعد ذلك الواضح بعد محاصرة سلوفيانسك ستكون هنالك وسيكون هنالك ضغطا على كراماتورسك، وهذا يوضح بأن نسبة السيطرة للقوات الروسية ستكون كبيرة جدا في الفترة القادمة بهذا الشكل، وهذا ما يضع ضغطا كبيرا جدا على الولايات المتحدة الذي قد يدفعها بشكل أو بآخر لتقديم تنازلات بكل تأكيد إلى واحدة من أهم الملفات التي تعاني منها ألا وهي المفاوضات النووية، لأن مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن مشغولا كثيرا فيما يجري بين روسيا وبين أوكرانيا.